مبروك علينا، والله لا نهار كبير عندي بالله. عندك غير انت راسك صافي دابا يمكن لا تشبكي، وداركم انا لا كل سيمانه نمشيو عندها يكون لي غير خاطر. يلا يلا اخويا نمشي. يلا امل شنو هادشي؟ اشرف سمح لي بزاف، ولكن ما عرفت كيفاش نشرح لك الموقف اللي انا محطوطه فيه دابا. وي انا فاهمك وعارف هاد لاصت شي ياسين واش حطيتي فيها، واللي غادي نقول لك اصعب حاجه عند المراه هي اللي الاولى مع راجلها، واش انا راه غادي نخليك بخاطرك واش تكوني مرتاحه ليا وانا راه معاك. اشرف شكرا بزاف حيت فهمتيني، و حيت انت عارف انت ولد خالتي داك الشيء انا مازال حشمانه منك صراحه. راه ابار الدم هذا اللي بيني وبينك، واش انا كنت كنشوف فيك واحد الدريه اللي مأدبه ومخلقه وحشوميه، هادشي اللي خلاني نبغيك ونزعم على الوالده ونخطبك، وهادشي علاش دابا نرويك في دار واحده. شكرا اشرف بزاف. اجي بلاش مشي غادي الصالون دار داري، وانا مولف شي ناس بوحدي هنا مش قادر نشد ناسي في البيت، وانا غادي نمشي للصالون عطيني هاد البخيل. نسيت ما قلت لك طلع شي زوينه في العرس. صباح الورد. صباح الخير. كي صباح شي مزيان؟ مزيان، شنو كتوجد؟ لا لا فقت الصباح مشيت تغديت وجيت باش نوجد لك شي طويجين فاعل شاب. كتعرفي طيب ديال الدراري ماشي هو ديال الدريات، غاتاكلي لي صباح يديك ان شاء الله. لا لا انا ما عنديش مع الفطور، كيعجبني انا الفطور يكون بعقل. ما عرفتش ماما بعدا علاش باقا ما جاتش. ما نسيتش ما قلت لك البارح ملي بغينا نتفارقوا معاها في العرس قلت لي بلا ما تجي عندنا تسبايع باش ناخذوا راحتنا نكونوا لك بخير. وعلاش ما تساورتيش معايا؟ واش من هنا لقدام اي حاجه غادي تبغي ديرها غادي تفكر فيها انت راسك وغادي ديرها؟ دابا خصني نكون انا عارفه ولا لا ماشي من حقي اخر مره هادشي غادي يوقع. واخا لا ما يكون خاطرك هاد المره غادي نولي نتشاور معاك، واش دابا ما كاينش شي مشكل كلشي في الثلاجه الكوزينه راه قدامك تقدري ديري اللي بغيتي ولي تشيشه طيبه. وانا غادي نمشي نطول دابا الخدمه، ملي غنكون جاي غنجيب معايا الغدا باش وجدي شي حاجه خليتك الراحه. مولاي السلطان فين؟ هانيا اش كتقاد؟ وكنقاد باش نقاد لك جاب الله سير كالسك. مالك مالك هوك مالك باقي كتعرف تلعبها؟ كاينه وقول لي كي داير شي مع الزواج مزيان؟ اش غادي نقول لك؟ والله الصراحة الزواج زوين والله عطاني واحد بنت الناس اللي درويشة وشكل مش احتارمني اش قايم عليا اليوم الصباح نطش عشان مش داير الطاجين وكلشي وداكشي وكنت نصيحة مني كون تزوجتي انت. اش من زواج اصاحبي حتى الله يهديك حتى
اش من جواج حنا باقي ما قادينش على راسنا هاد الجواج قاصي على راسك ولا باقي حتى لاعب لعب بقات في البلو حتى بلاتي حتى غير تهرس الحيط هاي سهله لعب طيح شنو هي زعما كادو ديالي لا ما كاينش كادو العب الله طيحها بعد يوم ناري يوم البوشو كان غتمشي يا صراحة راه شي اللي ما بغيتيش انا كنت ساكشيني وخلي شي الوالده ديالك تشوف شي بشخال شي هيك ولا تعال نمشي شي واحد ملائم وقضي الغرض كنضحك معاك اصاحبي كنضحك معاك تكرهنا الزواج حنايا ما كاينش معانا ما عنديش مع الزواج ديال العائله هنا كيقول لك المثال ديال اقارب عقارب واللي عقرب انا في الاخر خويا نتوما اللي كتجي معاكم داك الشغل ديال العائله ما حنايا اللي قراب الله ما كتصدقش لينا خويا قلت لك اللي كي كما قلتي انت اللي قراب الله ما خاصهمش يتزوجوا بهاك خلي في الزوميق ديالك شوف اش ولينا صافي فوا سير سير خويا لعب الله يهديك شافتك مزارع الو وي با صافا الحمد لله انتي شنو اخبارك كلشي مزيان الحمد لله قولي لي واش مسالي تقدري تدوزي عندي عرفتي راه فريمون مخنوقه بزاف ومحتاجك تكوني معايا ضروري صافي واخا انا غادي نصيفط لك لوكاليزاسيون انا نتسناك صافي شكرا بزاف بالسلامه سيدنا محمد الله مع الجيل العلي كيف ساليتي اختي جيت انا الاولى ما كان لا الاولى لا الاخرى هبه كيف انا علاش عيطت لك حيت محتاجك ضروري اجي نجلسوا نهضر ويسمعنا اخبار الخير اختي ياك ما كاين بيس مالك لونك مخطوف وعينك مغرغرين مالك ياك انت باقا عروسه جديده اختي راه ما كنحملوش ما كنحملوش وشكون هو هذا اللي ما كتحمليش وشكون غادي يكون في نظرك غير اشرف ولد خالتي راجلك فاش كحالكم نتوما يلاه عرسان جديد مالكم عرفتي راه ريحت وما كنحملهاش كل ما كان سبب هي جا ملي مشى وخلاني وضحك عليا ما كنتش غادي قبل نتزوج انا بولد خالتي ودابا راه ما عندك ما ديري خشي امال سمعيني الماضي نسيه وبداي حياه جديده مع هاد ولد الناس باغيك صافي نسي الموضوع وقيلا اشرف جا من بعد نهضروا في هادشي السلام عليكم عليكم السلام مرحبا مرحبا بك جنة خويا الله يكبر بك خويا داركم طيب الله يبارك الله يشفيك امال ان شاء الله شي لا ماشي مشكل ديري موني الدارك شي بخير لاباس خويا ربي يخليك جبت لك الكويده اللي عزيزه عليك الغزاله ديالي ما كناكلهاش وخلينا بعدا شي نضيفو السيده هي الاولى باش نشوف ما بنتي هاك شي بسم الله بسم الله الله يخلف خويا ودابا نمشي انا غادي نوكلك من يديا صافي واش ما كتفهمش قلت لك ما باغاش ناكل ماشي مشكل انا عارف الضحك ديالك ديما بحال موك ما عندك عقل اختي امال ما درتي فما يليق واكشرين قدامي الله معاك اختي غنمشي وقولي لراجلك الله يخلف مسجونة في ديك الدار ديما سجنني نخرج نتنفس شي شويه تخنقت
هشام فين كنتي هاد المده كامله وخليتينا انا ديك الحاله؟ كنت هربان من البوليس بسبب شي كريديات. امال توحشك. وعلاش ما قلتيش ليا من النهار الاول؟ كنت نقدر اني نعاونك وانت مشيتي وخليتيني. امال دابا رانا راه تزوجت. امال راه كانوا عندي ظروف وماشي الخاطر. دابا خاصك توقفي معايا، ما عندي حتى شي واحد من غيرك. انا غادي نوقف معاك وبغيتك حتى انت تصبر معايا، حيت انا هاد الزواج اللي تزوجت راه ما عاجبنيش. ولكن قولي لي انت شنو باغا ديري؟ انا راني باغا نطلق، تزوجت بولد خالتي وعارفني انا ما كنبغي حتى شي واحد من غيرك نتايا. امال انا معاك في اي حاجه درتيها، غير وقفي معايا، راه خاصيني الفلوس. انا غندبر لك في الفلوس، غير كون هاني وان شاء الله غادي نجمع. واجي بعدا راجلك عارف داكشي اللي داز بينو وبينك؟ لا ما عمرو ما قرب ليا، حيت انا قانعاه بديك الفكره ديال ان مازال كنحشم منه وصافي. احسن ما درتي والله. هذاك الشيء اللي كاين. المهم قول لي، ما قلتيش شحال خاصك ديال الفلوس؟ تقريبا اش خاصني شي 10000 درهم ولا اكثر، ولكن دبرتي لي في 10000 درهم راه مزيان. صافي واخا كون هاني. المهم 10000 درهم ان شاء الله تكون عندك، انا غادي نعاونك. صافي صافي. المهم باش نديرو شي قهوه؟ لا خاصني نرجع للدار ضروري، راك عارف. صافي المهم نشوفو مره اخرى. صافي سلام. سلام. وعليكم السلام. فين كتمشي؟ كيفاش انا دويش معاك بحال موقع شيش تعطل شي والوقت خايبه، وهاد الحومه اللي حنا ساكنين فيها راه ماشي كلاس و كلاس. المهم ماشي موضوعنا هذا، انا بقيت نتسنى فيك ثلاث ساعات هادي وغدا عندي الخدمه. جبت لك هاد الشوميز هادو و كنتمنى يعجبك. اش يسحب لك راسك؟ واش انا بنزنقه؟ انا راه بالدارنا وما كنلبش هاد الشيء. شوفي هاد الغواش ما عندو فاش ينفع، انا وياك مزوجين ومن حقي نجيب لك حوايج تلبسي من قدامي ولا لا؟ ها انت قلتيها حوايج ماشي هادشي. المهم دابا غتسمح لي حيت غادي نمشي نعس، جيت عيانه بزاف. صباح على خير. أمال وي أجي أجي. شوفي اليوم بغيتك تلبسي شي لبسة تكون زوينة تكون في الموقع. تقدر تقول لي باش من المناسبة غادي نلبس في هاد اللبسة اللي قد المقام؟ حيت اليوم إن شاء الله أجي أنا الوالد ديالك والوالدة اللي هي خالتي وغادي نتعشاو معاهم، داكشي علاش بغيتك تكوني شي ستيل يكون زوين بحالك. اه واخا، ولكن غير خصوني فلوس باش نتغدى شي حاجه. واخا ماشي مشكل. كيبارد كلشي، خذي داكشي اللي خاصك. اه غادي ناخذ داكشي اللي خاصني، ولكن شنو هو الكود؟ الكود هو العطاء ديال الزواج ديالنا. اه صافي واخا شكرا. ماشي مشكل. دابا راه غنمشي للمحل غادي نحسب لاكيس ونجمعها فلاشي غنرجع قبل ما يجي الوالد والوالدة. ولا بغيتي راه روحك معايا في الطريق؟ لا لا تعذبش راسك نمشي بوحدي. متأكدة؟ متأكدة. يلا فين؟ لاباس؟ جبتي لي شي حاجة؟ واه سلام بعدا كيف دايرة لاباس؟ من ديبار جبتي لي شي حاجة؟ كي دايرة لاباس؟
مزيانه دابا زوينه. راه قلنا المفيد قضيتي لي الغرض. والمهم راني دبرت في شي حاجه. دبرتي ليا في شي حاجه؟ وانا ما باغيش شي حاجه. قلت لك راني محتاج واقف على الفلوس. مش عارف شي ليا شحال. المهم دبرت لك غير في شي حاجه قليله. 10000 ريال. باش ديباني وصافي. 10000 ريال؟ شكون باغي يتعامل بالريال في هذا الوقت؟ حنا راه كنتعاملوا بالدرهم. خاصني 10000 درهم، قلت لك ديك خطا. ما عندي ما ندير ب 10000 ريال قدامك. سيري تجيبي لي 10000 درهم وعيطي لي. مزيانه. والله الا واقف على الفلوس. غير قولي مالك ما كتصبرش. ديباني بهال 10000 ريال، كافي هادي ما دبرت لك على 10000 درهم، وانا معاك، انت راك عارف شنو كاين. واش انا غادي نخبي عليك انا فلوس؟ شوفي امان، باش تسالي واحد الهضره هنا. انت بغيتيني نتسناك تطلقي واش قادي امورك كذا ونتجمعوا ياك؟ ما خاصنيش انا باش نمشي اموري. كنتي غدبر لي في 10000 درهم، انا كنتسنى. ما تقدريش تخليني نمشي ندبر على راسي. مزيانه. واخا سيدي 10000 درهم غادي تكون عندك. ويلا دابا نمشيو نتمشيو غير شويه. تمشاو نتمشاو خصنا نتغداو. باقيين بلا غدا حنايا. يلا نتغداو. وعلى حسابك. وعلى حساب من؟ وربينا على حسابي. انا غيدخلوا دابا نيت وغادي يعرفوك شنو كتسوى. ها مخليني بالجوع وكتضربني وكتكرفس عليا، هذا هو الحب والغرام في الاول. وهذا المغرفه نيت راسي كاع طنطنتيه ليا به. ها بلاتي هما غيدخلوا دابا وغادي نوريك انا شنو كنسوى. وبارك عليا عطيني الفلوس. اش من الفلوس يا الفقير الاخر؟ واش منيش كتقولي في هذه الهضره؟ انا معدي عليك وانا ديما شنضربك. واخا لا ماشي وقت هذه الهضره. سيري بدلي حوايجك ومن بعد يكون خير صافي. ايوا يا سيدي الا بغيتيني نبدل غتعطيني شيك فيه مليون ودابا نيت ولا غنبقى بحال هكا؟ وشنو بان ليك دابا؟ هما والديك جاوا صاحبي شي الشيك اللي فرح عليا براسي دابا غنكتبو لك وسيري بدل عليا الحاله. شكرا راجلي العزيز. سيري بحالاتك. سيري اهلا اهلا. انا ما كنعرفش نقول لك خالتي ولا نقول لك نسيتي. قول لي بغيتي بحال بحال. الله يكبر نسيتي. هاني مبارك. انت توحشناك اصاحبي توحشناك. دخل احنا جايين احنا جايين. الو كبيده صافا لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ الحمد لله. المهم الامان اللي وصيتني عليها راه دبرت لك فيها صافي. غدا ان شاء الله تكون عندك. المهم صافي دابا راه دارنا جا وخصني نمشي نبدل ضروري. يلاه بسلامة حتى الغدا كنبغيك. مرحبا بكم. هاي هاي الحادقة. تبارك الله على بنتي. بابا توحشتك بزاف. هانتي ماما حسنتي بنت شباها. حيد حيد توحشتي غباك. ورا بقات بلاصتك في الدار صراحة. والمهم قول لي كي غدا مع شي زواج؟ بابا دابا خلينا من الزواج، أهم حاجة هو أنا دابا شفتكم. شفت بنيتي تبارك الله. مزيانة بنتي. مالي فيك أشرف شي شوية ولا والو؟ شوية وصافي بابا. سي أشرف؟ أش هادشي كنسمع؟ لا بنتك عمر على راسي وعينيا. غير هي راك عارف حنا الرجال المرأة ضروري خاصك تزيرها باش توجد لك شي واج تشقالك في الدار. وراك عارف المسائل اسيدي. اللي باغي تشقالك في الدار فجيبها من الموقف. عمي واش كتهضر معايا من نيتك؟ راه كنهضر من نيتي. انا راه غير ضحكت معاك. وما ضحكتش معايا سيدي. بنتي راه كابره في العز واحد اللي نوضي شي بحال هاد وكاع. ريح شنو الشيطان ويلي شي صفا ولد اختي صفا دي وحالك كعيش ليا راجل حرام عليك. حنا جينا نشوفكم نضحكوا معاكم نبركوا معاكم شويه. بنتي راه بنت العز ماشي مولفه بالشقا وتمارات كيسرى الدريه. راه نتبع راجلي الله يعاونكم. حيدوا عليا ماما. حيد عليا مصداعك انت وراجلك.
اش بك هادشي تشير؟ مالي انا كذبت عليك قلت لي غير الصراحه. ودابا داك العشاء اللي موجدين ما غاديش يرجعوا ياكلوه؟ اصلا ما كاين العشاء لا والو، كنت كنتسنى ماما تجعد باش نوجدوا العشاء. حتى دابا هو تعشى بالبسمن. يا ربي تصبرني يا ربي، الوالد خشيني في زوبي قد الخلا. صباح الخير. صباح الخير. صافا؟ الحمد لله. مزيان؟ شوف، بغيت نقول لك ما دير والو من ناحيه الهضره ديال الوالد البارح، حيت انا ما تقلقش من والو. واصلا ما خصكش تقلق حيت راك مدي لاله البنات. اه ربما. المهم ندخل نبدل حوايجي وغنمشي للخدمه. صافي ديري لها الفطور الاول. خويا غير مشيو على الطابله الله يحفظك. خويا سيمو كيداير؟ خويا صافا كلشي مزيان؟ امور هانيه الله يحفظك ليا. شنو هاد الجمالية هافا كدرا وسيط الله يحفظك. مرحبا الله يعاونك في الاولى. واش كيدير؟ شيرينا صابر على قلت خير شي والدي قالت لك ديري الخاطر. درت الخاطر انا مابقيتش بلا خاطر. فين؟ فين هانيا؟ سبحان الله يا شريف، بنتي لي غارق. مالك ساهي واش عندك؟ ها؟ ياك ما المدام حاملة ماشي لعيب. ها؟ علام تتشي، أولي الوليدة اش فهاد الساعة؟ أش راه دايرة لي النقشة صاحبي؟ راه الوالدة بنتي باغا تزرقني في هاد لافير وصافي والله. ومالك أصاحبي؟ مالك أصاحبي؟ كنزز. رخف صاحبي رخفك النفس صاحبي رخفك النفس. ومن الاخر طلق طلق صاحبي غتكون بيخ. شوف محكمه داكشي عندي المعارف انا نوقف معاه. السلام عليكم. لا انت ناضي في هادشي ما نخافش عليك، كتعجبني كتوقف في الخير. واش واش هادشي خفى عليا صاحبي؟ مليون ولا جوج ديالها نحط عليها فوق الطابله، ولكن راه خايف من الوالده. السخط ديال الوالده ما باغيش انا صاحبي. اخويا بقى تخمم، اخويا بقى تخمم. عوم بحرك الا كنتي كتعرف تعوم. هادي شفتي قبل الوقت. قد يشاو الفاشيني تبارك الله. سيمو سير بينا اخويا الله يحفظك. يا ربي لو ما تجيب لي هذيك البركة ناري عندك اتخوي بيه. هاي جاية على زيني بيبي. سلام. تعطلتي عليا. وقته صافي ياك. شناهو دبرتي ليا في الامان؟ دبرت لك في الامان ياك. عارف انا كتموتي عليا، راه شتي باش كتعجبيني. هاك يلاه خبيه بالزربه. صافي كوني هان. كيف غدا امورك مزيان؟ شفت اهتمام بدا كينقص، ما بقيتيش كيف الاول. كيفاش زعما؟ بديت غادي وكتبدل معايا. دابا تصنطي ليا، ودابا انت عارفاني دابا انا كنت باغي نحرق ما صدقاتش. المورال ماشي هو هذاك. انت دابا خصك تفاري على البلان ديال الزواج ديالك كدا، طلقيو. وانا معاك، ما انت حبي انت راه ما نفوتكش. فهمتيني؟ فاهمين؟ انت عارف خاص غير شويه ديال الوقت وغتقاد الامور، وراك عارفني كنبغيك بزاف، اكثر منك. انا عارفك كتموتي عليا ويلي، انا شنو نحتارمك انا والله. السلام عليكم. شكون هو السيد هذا؟ غير كان كيسولني على الفارماسيين اللي كاين هنا. فارماسيين؟ كاين شي فارماسيين نهار حد؟ لا دابا بيرمانونس اخويا، قالوا لي كاين شي واحد هنا بيرمانونس داك الشيء علاش. عندك الحق. انت اخويا. اطلع من هنا ديريكت. اييه تيران الدور على اليمين. اه تلقى الفارماسيان تما كاين حدا السوق النموذجي. هذاك عرفت عرفت السوق النموذجي اللي يبقى تما ياك. هو هذا. صافي الله يرحم لك ويلي. اسمح لي اخويا على بوك فهد الله يحفظك. شكرا لكم بزاف. اش خرجك انت في هذا الواش؟ وي كنت كنتي في الخدمه. كنت في الخدمه وجيت ودوش وبدلت عليا ما لقيتكش في الدار. صونيت لخالتي قالت لي راه ما جاش عندي، داك الشيء علاش خرجت كنقلب عليك. زيد زيد قدام زيد. جلسي.
شوف راه ما عندي ما نخبي لك، انا راه صبرت بزاف، انا راه باغي وليدات، وهادشي في الاساس علاش انا مزوج، وابار هادشي هادشي امور بيني وبينك تكال. وحنا غادي نبقاو ديما نعاودو في نفس الهضره؟ انا دويت معاك داك النهار قلت لك انا مازال كنحشم منك. شوفي امال ابسالي هادي شحقدني نبقى صابر لك، الصبر كيجي لواحد النهار وكيسالي، وانا هادشي راه طلع ليا في راسي، راه كيبان ليا انا الناس حسن ليا. شوف دابا بغيتك غير تفهمني، علاش ما بغيتيش تفهمني؟ شوفي دابا بلا داك التبحليز ديالك وداك التبوهيل ديالك خليه عندك، انا الهضره اللي عندي قلتها لك، ودابا انا نعس حسن ليا. لا انا شي ما بقاش عاجبني، خاصني نمشي عند هشام يدير معايا شي حل. علاش ما كتجاوبش؟ علاش فاش كتبغي حاجتك ديما كتعيط وكتجاوب؟ دابا لا انا غنمشي لك لحد الدار. حتى يا علام وحق الدريه تشوف استمتع وغير. نقول لك خليك خويا، ولكن انا كنبغي الدريه الصراحه ما نكذبش عليك. تصور راق لي شي كنتي واكل والله ما تقول هاد الهضره هادي، راه الجوع اللي داير لك هادشي. خونا تكلم تكلم ري على فلاش. صبر صبر انا خدنا الزن. دابا انا اللي غنولي الزن. صبر صبر انا سير هادشي. وي انيس علاش ما كتجاوبش؟ علاش خصني نجاوبك ضروري؟ شنو باه ليك؟ ما بغيتش نجاوب. مزيانة كيفاش ما بغيتيش تجاوب؟ واش عندك سهله فاش كتبغيني كتعيط ليا كنجاوبك ياك؟ دابا لا كيفاش؟ واو الديسك ديال ديما هو ديال ديما. فهمني فهمني شنو برنامج أنيسة. سيري الله يحفظك، أنا باقي داير بوجه طعام والعشرة راك فاهمة. سيري قلبي ست سعود دير بلا متقاي جيلي مزيانة. أش من طعام خليتي وأش من عشرة؟ أه ما خليتي فاش ضحكتي عليا، خديتي لي شرافي فلوسي، ولحد الآن أنك أنت مازال كتضحك. فين باغي توصل في هادشي كامل؟ فين؟ أعطيني غير شي جواب دابا مقنع، فين باغي توصل بهادشي ديالك؟ نفهمك؟ انا ما فهمتش راسي، انا راسي باقي ما فهمتش راسو. درتي شي حوايج زوينين خلينا نبقى نتفكروك بهم وغيرها. شنو نقولك دابا جوج كلمات ما بغيتيش في حالاتك؟ سيري الله يحفظك وضربي كروع على هذا القنت مزيانه. سيري. لا انا ما غاديش نمشي. شنو باغي دير كاع؟ غادي تضربني؟ يلاه ضرب 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 وريني خليني نشوف. يلاه ضرب اللي سميتك راجل. يلاه ضربني دابا شنو كتسنى؟ ياك لالا انت ما ديري داكشي ديال التضحي شو هاك داو تبداي تغوت شي وقت. اما نضربكش انايا عرفتي باش غنضربك انا؟ غنمشي عند راجلك وغنعاود ليه البلانات كاملين، وديك الساعة هو غيديك للحبس. انت دابا مرض الراجل وباقا كتجي عندي. وسيري غيرها وسيري في حالاتك، سيري خلينا كنقدروا الأنوثة والأنثى. سيري سيري في حالك. عقل لا تي مزيان، غادي يجي واحد النهار وغادي تندم. فردة باغا شي باطان ياك وليتي دو معايا بالإشارة ها؟ صافي الفردة قايت واحد العيب حسن من باطان. يلا ناهي زينا شي غتمشي معايا؟ هادي غتمشي معايا هنا عرفتي شنو غتمشي معانا؟ يلا طلقني نيفي 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 نيري قتلتها. فيصل هرب هرب هرب. اه 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 اه
داكشي واش فوار فين كنتي ثمن وقعت هاد الحادثه هاد شافك شاف الكاريطه شاف بانوا لي واحد جوج دراري واحد شويه تما جاي كنجري هربوا لقيت هاد الطيحه راه عيط لكم الشاف صافي غدا دوز عندنا الدائره كنا 41 عام وبرا ولا 41 جاي الملك 43 شنو واقع؟ هو الله يحفظك مراتي كبيره ضربوها بموس وجابوها انا للسبيطار. شحال ديال الوقت دابا شحال؟ تقريبا شي ساعه بحال ما وقفت. شنو السميه ديالها؟ سميتها امال. امال علوان. علوان. امال علوان، امال علوان. يا سيدي راه دخلوها دابا شي نص ساعه. خويا ياك ما كاين باس. ما والو باس راه مضروبه في الكلوه ديالها. يلاه هبطوا يديروا لها شي تحاليل. راه مع الدكتوره راه واحد شويه غادي تجي الدكتوره. غير صبروا وارتاحوا شويه. غير سيروا ارتاحوا وهي غادي تجي الدكتوره. الله يا وليدي الله. ارتاحوا. الكلوه. ان شاء الله بيكون غير الخير. اكسا نعم دكتوره ديك البنت كاين في الانعاش وجهو هي دكتوره ها هي امها وراجلها الدكتوره عافاك انا امها عافاك طمنين عليها العار انا مزوقه فيك ما وقع البنت شي حاجه العار دكتوره انا مزوقه فيك شوفوا ما عندي ما نخبي عليكم بنتكم خاصها كلوه حيت الكلوه اللي مزيانه ضربات فيها وديجا عندها كلوه مريضه هادشي اللي كاين اسمح لي دكتوره ما ديريش مني قال الصواب عافاك واش المدام ديالي ما تعدوش عليها ولكن ديجا حنا قلبنا المدام ديالك ولقيناها مرا ولكن ما عرفناش مقيوصه ولا ما مقيوصاش تدو يا ولدي ولكن استاذه دابا خصنا شي متبرع اللي يتبرع لبنتي باش تشافها ان شاء الله ضروري ولكن راه صعيب تلقى شي واحد اللي بغى يتبرع لك بالكلوه انا دكتور غنتبرع عليها بهذ الكلوه المهم هي تعيش الله يا وليدي الله لي يسهل عليك الله يسهل عليك الله يخليك ليا ولدي الله يخليك ليا واخا سيدي اقصى وجد لي عافاك سيد هبطوا لي ليرجونس عافاك عطيني لاكارت ناسيونال ديالك سي اشرف ما عندك مناش تخاف لوبيراسيون غدوز بخير دكتوره المهم عندي هو مراتي تنوض انا ماشي مشكل سوا بقيت حي سوا مت لا ما تقولش هكا ان شاء الله غدوز لوبيراسيون مزيان وغادي تكون مزيان حتى المدام ديالك وهادشي اللي كنتمنى لك شو اشرف صافا صافا مزيان قول لي كاين شي وليدات واش امور مزيان هانيه بخير
الحمد لله ان شاء الله كلشي غادي يدوز مزيان ما عندكم مشكل حتى ما دام شعبان غادي يكون مزيان صافي ما عندكم مشكل وراسكم على راسك ان شاء الله غادي يكون مزيان طريقي فيها شوك وحفاري كي نفقوا يضحكوا فوجي ويطعنوني ورا داري ماليش مخلي آدني هو اللي دخل داري يما غير بلا ما تخافي ربي راه مخبي داري ماضي اللي فات على روحي داس ولا قلبي بات وخا كان صولي يما جرحوني ناس درتهم في قلبي ساس دارولي السم في الكاس عاد ما داواني امل صافا مهم دات لوبيراسيون مزيان ما عندك مناش تخافي وبغيتي نقول لك راجلك كولا تاكل الكلوة ودابا شويه غادي يجي عندك لانفيرميير غادي يفتك لا شامبر باش تزيدي ترتاحي واحد شويه وانا غادي ندوز عندك من بعد الله يشافيك اشرف على السلامه كيف كتحس براسك دابا مزيان الحمد لله مراتك بخير وعلى خير راه مشات عند الدكتوره باش تشوفها راه كلشي مزيان راه واحد شويه غادي يهبطوا على لا شومبر حتى راه واحد شويه على ما ترتاح غادي نجي عندك باش نهبطك لا شومبر صافي حاول ترتاح دابا ما يكون غير الخير الله يجيب لك الشفاء عمري فين غادي بيجي سيني في نصاص الليل خليتي دموعي تسيل عاقمين واخا عارف فيك نسير اما عيان سهير ليالي خرجي من باري على سلامت ولادنا والله يسلمك وينجيك حبيبتي والحمد لله النهار كبير ومالينا ضبي خير وعلى خير على سلامتك صحيبتي وانت يا امل كل ما ولد خالتك كرك الله يحفظ كرك ميته دابا عمي محمد مالك باش يمشي ولدي انا اللي ما تفهمش ليا واش خرجك في داك اللي حتى صدقتي مضروبه في كروتك صراحه عمي لا فوش كامل ديالي انا حيت انا اللي حاولت باش نبزز عليها باش ندير وليدات وانت راك عارف اي واحد كيبغي يشوف وليداته قدام وسبب داك المشكل باش خرجت في داك الوقت وطرات وحتى دابا كنتمنى نكون صلحت الغلط ديالي بابا هو كون ما كان هو اللي خلاني في داك الليل ما كاينش غادي نمشي نخرج نتكرفس على داك ولاد الحرام صافي ناضي ناضي يلا لا لا لطيفة اش هادشي كنسمع هادشي راه ماشي معقول شد الحال وصل لها بنتي صافي اسمح لي نعش الشيطان صافي ما كاين مشكل راه صلح الغلط ديالو وراه هو سبب الغلط صافي نعش الشيطان وصافي السي محمد الدراري هما هادو ما عندنا ما ندير مرات غلط هي مرات غلط هو وحنا نصبروا معاه باش ما عطل الله ما كاين لا عائله لا يغلطوا لا يصحوا بنتي انا غادي ندير لها حل نوضي انت قدامي اش نقول لك اختي الحاص الله يعاونك واليده شي سكت ما تقول حتى كلمه دابا انا غنمشي عند الدريه ونمشي نبدا نشد لها بخاطرها وديك الساعه من بعد نشوف شنو غنديروا صافي واخا يلا كيف جيتك اصاحبي عرفت تمثل عليهم ولا لا وصراحه شي الدور دابا راه تايقوك دابا راه غيقولوا كانت بنت وتخرجت للزنقه وتكرفصوا على الدراري ولا تمر هبة الفكرة اللي كتقولي انتي بغيت اشرف بوحدو هو اللي اقتنع بها حين داك هشام راكي عارفه تخلى عليا ياك بنت اختي انتي ما ضحكتيش غير على ولدي اشرف ضحكتي علينا حنا كاملين وان شاء الله ملي ولدي غيولي لاباس عليه هضر انا اللي غنفرقعه حيت انا السبب فيه وانا اللي درتها انا فاهمك يا خالتي ما تفهميني والو هذيك كلمه خالتي بزاف عليك تقوليها احسن لي نمشي بحالي هاد الساعه صاحبتي انا راه غنمشي بسلامه اختي امل بغيت نقول لك شي هضره مالك بغيت نقول لك سمحي لي حيت السبب ولي شي فهاد الحاله هادي وحتى دابا اللي طلبت شي على راسي وعينيا دابا تهضر بغيت نسولك علاش انت ضريف معايا بحال هكا واخا انا كندير فيك غير الخيب حيت امي ربتني بلا اب
واش شرف اخبارك وتعذبات عليا داكشي علاش انا كنحتار من المراه بصفه عامه بالخصوص انت اشرف بغيت نعترف لك بواحد الحاجه صافي سوكشي دابا نمشي وقت الهضره من الاحسن نمشي ورشاحو دابا حيت غدا عندنا كونترول ولكن انت غير سمع صافي دويش نوضي ترتاحي يصبح ويفتح صافي واخا اللي بغيتي مرحبا امال مرحبا اشرف كيف قلتو شويه صافا الحمد لله دكتوره بخير يكتب لي امل اللي مازال مولفاش الكلوه جديده مزيانه دكتوره الحمد لله الوغ التحاليل درنا لكم جوج مخرجو مزيانين هذه الاولى الحاجه الثانيه سولتيني قبل على مرتك واش كانت راه لا شي عشيداء وبغيت نطمنك بلي المدام الحمد لله ما قرب لها حتى شي واحد كيفاش ولكن هادشي ماشي معقول شنو اللي ماشي معقول ما فهمتش انا كنت كنصنق زعما غادي تفرح شنو واقع كون سكتي يا دكتوره كيفاش انت درتي هادشي وضحكتي عليا راداني نكته بينك وبين امك وانا الوحيد اللي مقلوب عليا القفه اشرف بليتي انا نشرح لك عافاك ما عندك ما تشرحي لي داكشي كامل كنت باغي نعرف عرفتو ودابا فهمت السيناريو كامل الحاجه الوحيده اللي غنقول لك دابا انتي مطلقه عف شوية شكون؟ مي مالك أولدي كيف شنو واقع؟ دخلي دخلي غنعاودك دخلي دخلي تقولي شنو كاين؟ كيف شنو واقع؟ سمعيني مزيان غنقول لك واحد الهضرة وحاولي تقبليها مني شنو وقع؟ مشيت اليوم مع الطبيب باش ندير كونترول أنا و أمال باش تشك وتخيلي معايا الطبيبة اش قالت لي؟ قالت لي هي ماشي بنت غير باش نزيدك انا ديك السيده من نهار تزوجت بها خليش على راحتها ما بغيتش نشوشها شوف يا ولدي هادشي كلشي كنت عارفاه يا كمي تنشيك كنتي عارفه وساكته وولدك اخر من يعلم بقات مقلوبه عليا القفه وزيد مكملها جيب لي وحده عندها باسينوار ولكن هذا هو سري بغيت نكون مرضي مهم شي سامة ودير لك الخاطر اوليتي انا ما كنتش عارفه ما عرفت حتى نهار جيت عندكم للدار ملي خرجتي من العمليه سمعتها كتعاود لصاحبتها امي حتى دابا نقول لك واحد الهضره ديك السيده راه رميت عليها الطلاق واللي بقى بيني وبينها هو براسها توصل لدار بوها وليدي انا راه فهمتك وانا جبت لك نهار الاول ودابا ولدي ما غاديش نتدخل اللي درتي انا معك امي داكشي اللي غيكون حتى دابا خليت لك راحتك العشية وندوز نشوف صافي صافي ولدي ان شاء الله يفرحك انا كنتسناك يا ولدي سير الله يسهل عليك غادي بي عمري فين غادي بي جيتيني في نصاص الليل خليتي الضو غير تسيل كنميل واخا عارف فيك نسير إما عيا نسهير ليالي خرجتي من بالي كنتي راك غالي كنتي راك فوق راسي كنتي تاش قيمتو غالي يا دلالي يا دلالي أشرف رجعتي الحمد لله ملي رجعتي سمحتي ليا ياك ما سمحتش لك وهاد البكا ديالك ما عنده فاش ينفع مي بغيت نقول لك حاجة وحدة كون بغيتيني كيف بغيتك كان غادي يكون حسن وكون بديتيها معايا بالصفا كون ما خليتكش دابا وديك الكلوه اللي عطيتك من وسط لحمي واش تبقى ديما تفكرك في واحد الانسان اللي بغاك بنيته واللي ما عمرو غيتنساك اشرف والله انت وليت كنبغيك هانتي قلتيها في امك دابا يلاه وليت كتبغيني انا ما بقيتش كنبغيك راس مالي باكي وراس مالي ويا ليها
كيف ما قلت لك الوالده ديالي هي اللي اقترحت عليا باش نتزوج بنت خالتي. بصراحه انا كنت عامل مع واحد شي عامل زوين بزاف، واخا اون ديبار كانوا شي مشاكل بيني وبين شي واحد النهار غادي نبغي نبزز على ان دير معايا وليدات. شنو طرا فهاديك الليله خرجت بسببي انا قريب. وملي خرج شنو وقع؟ وقعت واحد الواقعة اللي هي اللي بسببها غادي تبدل الحياة ديالي، وغادي نعرف الحقيقة. تلقاو لها واحد الشفارة وضربوها الكلوة ديالها، وسبب ديك الضربة كنت كنظن انا بلي بسبب جات فيها الضربة، وانا اللي تبرعت لها بالكلوة حيت الكلوة ديالها مشات. ابار الكلوة اللي كانت عندها من قبل كيف ما قلت لك كانت مريضة. صراحة قلع ولاد الناس بحالك. كمل ليا شنو مازال وقع من بعد؟ ومن بعد هي فاش غادي نعرف الحقيقة المرة، وخا سمعت بزاف ديال الهضرة من عند بوا وأنبني بزاف و درت ما على باليش، حيت كيما قلت لك باش يكون سخط ما يمشي. اي ابخي مشينا عند الطبيبة كونترول، تما فاش غادي نعرف الحقيقة وغادي نعرف بلي مراتي كانت مرا من قبل، ومشي بسبب هادوك الدراري باش فقدات الشرف ديالها. علاش خبات عليك؟ نورمالمون انت كنتي كتعامل معاها مزيان، كون عاودات لك انت غادي تفهم الامر، اصلا انت ولد الناس. فري خاطر شي معقوله، ولكن انا ملي عرفت هادشي ما تقبلتهاش، بالخصوص انني كنت صابر على بزاف ديال الحوايج، وعلى قبل من على قبل امي. في الاخر رميت على الطلاق، لقيتها جايه عندي حدا الباب كطلق فيا، حتى انا ما رحمتهاش كيف ما هي ما رحمتنيش في الاول. الأولى والأخرى الحمد لله على كل حال، حيت كون ما طراش هاد ليستوار مغاديش نلقاك نمشي في الجنة. الحمد لله ملي ربي لاقاني بك. دير في بالك أصلا زواج العائلة ماشي ديما كيكون خير علينا، الله يخلينا لبعضياتنا. آمين. يلا دابا نشحرك. يلا خليت
غادي بي عمري فين غادي بي جليتيني في نصاص الليل خليتي دموعي تسيل عاد نميل واخا عارف فين كنسير إما عيان سهير ليالي خرجتي من بالي كنتيرك غالي كنتيرك فوق راسي كنتي تاش قيمتو غالي يا دلالي يا دلالي شوف من حالي شوف من حالي غير ما تخافيش شما ما تخافيش واخا غادي يفضل مهاز الطوبينك شافي غير ما تخافيش شما ما تخافيش واخا ماشي معايا ديما كيوصل مدعاكي ويا ليام خليتيني وحداني نسقي مومي في كيساني ويا ليام قالي درتو من اشرامي يصدق من عدياني ويا ليام بيقول لي انا مالي علاش فرحي دار ويسالي ويا ليام يمكن حيت نفسي راس مالي باكي وراس مالي Thank you.